صباح الهنا وصباح السعادة وصباح الفل على حضراتكم جميعا. يوم جديد وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي، أنا وزميلي العزيز كريم كوجك. صباح الخير. صباح العسل. صباح الفل عليكي وعلى كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده وعشرة الصبح في الاهلي. ان شاء الله تستمتعوا معانا بكل الاخبار اللي معانا وبكل الموضوعات اللي هنناقشها في حلقه النهارده، وكمان تستمتعوا معانا بكل اللقاءات. طيب احنا النهارده معانا فقره سوشيال ميديا، وانا وكريم كنا زي ما تعودنا كده بنحاول نطرح سؤال على حضراتكم في الاول. انت بتعمل كده باخد فكره. السؤال النهارده بسيط جدا، مين في اسرتكم اكتر بني ادم كسول؟ يعني هل الام، هل الاب، هل ولاد حضراتكم، مين اكتر شخص في الاسره كسول ومحتاجين ان احنا نعرف عشان نشجعه على ممارسه الرياضه؟ وهخلي بال حضراتكم من حاجه، احنا ان شاء الله في الاسبوع الجاي او اللي بعده هنحاول نعمل كده زي فقره تواصل مع حضراتكم على السوشيال ميديا على الهوا. يعني انا وكريم ممكن نبدا نرد على حضراتكم واحنا على الهوا او بعد الهوا ونعرضها تاني يوم، بس هيبقى في تواصل مباشر مني انا وكريم مع حضراتكم، مش فكره بس هنقرا التعليقات على الشاشه، لا احنا هنرد وهنتواصل. فالنهارده هنبدا كده، مين اكتر فرد في الاسره ما بيمارس رياضه وكسول، علشان نبدا نتواصل احنا حتى معاه ونشجع بعض على ممارسه الرياضه. الاجابه الاولى بالصلاه على النبي عندي انا باسرتي انا. مفيش منافس، انا واخد مركز اول، ده انا بوزع كسل على المنطقه. فهنستنى نعرف اجابات حضراتكم ايه على هذا السؤال.